واول ما نقول رجاله فقط على طول سي السيد. انت بقى سي السيد؟ سي السيد وانا محصل سيد. انا سيد الشغال مش محصل معاكم. احنا على فكره بقى حقنا نطالب حاجه للرجاله فقط. تصور انا معاك. انتوا خلاص انتوا ما عندكوش حقوق. مفيش خالص. في كل حاجه انتوا نطين. في كل حاجه موجودين. ما هو زمان المراه وعملوا الجمعيه وحقوق المراه. فالمراه اخدت حقها. انتوا وحق الراجل معاها. اخدت حق الراجل. ليه ما تعملوش جمعيه وتطلبوا بحقوقكم انتوا كمان؟ ما انتوا سحبتوها. انتوا هترجعوا لنا حقوقنا. انا ممكن اديكوا شويه. طب هتدينا ايه؟ انتوا عاوزين ايه؟ الحاجات بتاعتنا اللي هي الحاجات اللي بنحب نعملها. اللي هي ايه؟ يعني انا مش لازم وانا بتفرج على ماتش اشوف خلقه ست في الماتش بتشجع. يعني سيبلنا الحته دي. انت مالك؟ انت جايه تعملي ايه هنا؟ يعني انت مش عاوز الست تروح الماتشات؟ مش ده بتاعنا؟ هي كره رجالي. ده حتى بقى في كره نسائي. حتى دي مش سايبينها. ايه اللي طب ما انا بقولك ما تسيبوا سيبوا الموضوع. سيبوا ده حتى. وعلى فكره موضوع كرة نسائي ده موضوع مستفز جدا جدا. ليه؟ انه انت طب دي معروفة من زمان انه الرجالة هي اللي بتلعب كرة والرجالة هي اللي بتروح تشجع الماتش. انت جاية هنا عارفة انك انت مش ظابطة الموضوع وشكلك عبيط وانت بتجري. فايه اللي دخلك الدخلة دي؟ بيكسبوا ولا لا؟ بيكسبوا بعض. ليهم جمهور ولا لا؟ جمهور ستات. لا حتى ما فيش جمهور ستات. الستات بيجوا عندنا كمان عشان يقرفونا. يا حرام. انت عارفه كمان بصي اكبر دليل على انه انتوا ضعفة وداخلين تعملوا حاجه مش بتاعتكم. وطالما احنا بنتكلم في الكوره كره الستات كمثال على حاجات كتيره انه انتوا حتى الستات لما تلعبوا الكوره بتلعبوا مع بعض ستات. يعني بنلعب ضد الرجاله؟ ليه مش داخلين بقى على الرجاله بقى؟ ما تيجوا تلعبوا بقى معانا يلا. وانتوا بتلعبوا ضد الستات؟ والله انا ما عنديش مشكله على الاقل نعلمكم الادب. انت عاوز نروح الاستاد ولا ما نروحش الاستاد؟ نلعب كوره ولا ما ضدكم ولا ما نلعبش كوره اصلا؟ ما تقربوش على منطقتنا. انت مش عارف دي المنطقه بتاعتنا. طب وانتوا بقى بتقربوا على منطقتنا ليه؟ لا احنا لما نقرب على المنطقه بتاعتكم بنكون احسن منكم. بجد؟ في كوافير ستاتي احسن كوافير. راجل؟ لا الشيف احسن شيفات الرجاله. لا اشهر. احسن اشهر. ده حتى عمليات التجميل احسن دكاتره بيعملوها الرجاله عشان الستات بقى نفسنا بقى فتقوم بوظ لها مناخيرها مش عارف ايه فينفسنوا على بعض. في قضية مشهوره في الموضوع ده. في مشاكل قوي جوه الستات حتى ما يعرفوش. حتى التجميل اللي هو الست مفروض تعرف هي تبقى شكلها جميل ازاي انتوا ما تعرفوش تعملوها. فبتسيبوا الحاجات اللي لازم تعرفوا تعملوها او تيجوا تقرفونا احنا. تصرف الراجل اكتر. تقول الوظائف دي الرجاله دول بيعملوهم ايه؟ للرجاله ولا للستات؟ للستات. طب يبقى انتوا اللي بتتدخلوا في حياتنا واشطر منكم. طب بس انتوا اللي بتتدخلوا في حياتنا. وانتوا بتعرفوش تلعبوا الكوره. وما بتعرفوش تشيلوا حديد. وبادي بيلدر شكلكم غريب جدا. والرجاله مش شكلهم غريب البادي بيلدرز؟ لا ده الشكل بتاع الراجل. دماغ صغيره على الكتاف الكبيره. انتوا عايزين توصلوا لكده؟ لا انا مش عاوزه. بالعكس انا ممكن انا شايفه يعني ممكن اشوف واحده شكلها كده واروح اطلب ايدها. ده انا استناها تيجي تطلب ايدي. طب انت عايزه كمان الستات. ما هو الستات شويه شويه بقى ابتدت في عضلات بقى وباي وتراي ومش عارف ايه ولاس. فبعد كده شويه تلاقي بقى دخلت بقى الجوريلا ستايل. يعني الست داخل عليك اتاخرت عليك. ما هو عشان بقى نتضرب. ما هو المرحلة الجاية بقى ما هي ابتدت الستات اللي بتضرب شوية شوية والرجالة بتضرب. تضربي؟ ازاي؟ كونغ فو. والله ده ايه الرقة دي؟ بكل رقة. ليه لأ؟ ليه وليه لأ؟ طب انت عاوزنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اقعد في البيت اطبخ؟ والله انا ماليش دعوة تعملوا ايه؟ واستناك لحد ما ترجع عشان أأكلك؟ انا ماليش دعوه تعملوا ايه. انما ما بلاش يعني احتفال اول ست سائق التاكسي. ما احنا من زمان بنسوق التاكسي. ما حدش احتفل بيكوا تصور وما حدش عبرنا. الست سايقه موتوسيكل لذيذه واموره سايقه موتوسيكل. استعراض الموضوع. انتوا تخشوا على المواضيع بتاعتنا تعملوها استعراض واستفزاز. انتوا شخصيات مستفزه جدا. بس احنا ازاي نقرفكم؟
ازاي نستفزكوا؟ انتوا بتحبوا الكوره، احنا راشقين في الكوره. انتوا بتسوقوا موتوسيكلات في الشارع، احنا راشقين في الموتوسيكلات ونلبس بقى الجاكيتات الجلد واحنا ما تخليكي ست. طب ولما الست تحب الكوره تعمل ايه؟ بتحبهاش؟ تبطل تحبها؟ هتقنعيني ان الست ممكن تحب الكوره؟ انا بحب الكوره، ليه لا؟ طب قولي انت ال 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 انا زملكاويه وعالميه متعصبه وعالميا. ليه عالميا؟ انا عايشه في مصر. لا يعني قصدي برضو الكوره بتفرج على الماتشات الحلوه، بس انا بشجع في مصر. يعني انا ما عنديش وقت كممثله ان انا اقدر اتابع كل الماتشات زيكم، انتوا عندكم وقت فري اكتر. طب اقنعيني انت بتحب الكوره ليه؟ وانا صغيره كنت بتفرج عليها. لا ايه اللي بيشدك في الكوره؟ ايه اللي يخليك يعني حتى في البلاي ستيشن بلعب. طب ماتش والزمالك بيلعب ها، ايه اللي بيخليكي تتفرجي؟ بشجع الفريق بتاعي. اللي هو ليه بتشجعيه ليه؟ عشان نفسي يكسب. ايه اللي عاجبك في اللعبه؟ طب انت ايه اللي عاجبك في اللعبه؟ انا كراجل الاستفزاز وده بيجري وده مش عارف ايه، وانا وراجل قدامي وانا هكسرك بقى وانا هعلمك الادب وانا احسن منك وكده. ده الراجل هو عايش كده، هو عايش بيبقى عايز يتخانق بدون خناقه. ما هو دي كوره. همجي. انتوا همجيين؟ لا. يبقى ما تقربوش على الكوره. وهي الكرة بس اللي مضايقك؟ انا بتكلم عن الكرة فكرة بس. انا بقول لك طيب انا احب اسوق الموتوسيكل بقى وصوت الموتور وبقى بجري في الشارع ومش عارف ايه. انت الست بتركب الموتور ده والموتوسيكل وتجري بقى في الشارع عشان بس شعرها يطير؟ لا ده من وجهة نظرك. امال هي بتركبه عشان شعرها يطير؟ هي شعرها بيطير عشان شعرها طويل. هي بتركبه عشان عاوزة برضو الإحساس بالحرية ده، إن هي تركب موتوسيكل وتسوق بسرعة وتسمع العن عن ده. حرية غير العربية. طب أنت ليه مستكترها على الست؟ والله أنا مش مستكتر على الست، بس أنا ابتديت أحس أنتوا مستكترين علينا، نكون في حتة لينا بتاعتنا. بقيتوا بتزحفوا عليها شوية شوية وتزقونا برا. بس أنا معاك في الشغل زقتونا برا، في المش عارف إيه زقتونا. بتزقونا حصرتونا، حتى الحاجات بتاعتنا نطين فيها موجودين. يعني بظن أنا عارفة. طب نعمل إيه؟ ننتحر يعني؟ لا لا، روحوا اعملوا جمعية وابتدوا طلبوا بحقوقكم. هي كده؟ في منك كتير؟ جدا. انا عارف، ما بشوفكم في الشارع، بشوفكم في الماتشات، بشوفكم في كل حته. لازم نشارك. أيوة بعد الحياه مشاركه بقى على طول. لا انا مش بتكلم في مشاركه. احنا بنشارك وهسيبك حبيبي تستمتع بالماتش لوحدك؟ لا انا لازم اكون افهم في الكوره معاك. هسيبك يا حبيبي انت مثلا تستمتع في وقت متسكه، هسيبك انت بتعمل حاجات بتاعتك. لا انا عايز اشوف الست الميكانيكي بقى. هو مفيش؟ في لا نغسل لغايه دلوقتي؟ لا في طبعا. والله طبعا مفيش شغلانه الست ما تقدرش تعملها الا الحاجات اللي هي اللي عايزه بقى حد البادي بيلدرز يقدروا يشيلوا. ما انتوا داخلين بقى على هتكتروا بقى شويه يقدروا يعملوا كل حاجه. هو الغلط ان احنا بنفرق بين الراجل والست، ان احنا بنقول دول كائنين مختلفين. احنا نفس الكائن، احنا كائن يعني. طب احنا بني ادم. طب بس الجنس هو اللي مختلف، الراجل والست، بس احنا في الاخر بني ادم. طب الست دي اللي نطالي في كل حاجه اتعامل معاها ازاي؟ تعملش معاها، ما كلمهاش يعني؟ لا روح اتفرج على الماتش، مش لازم تبص حواليك مين اللي قاعد. اسيب لها الدنيا يعني؟ وعلى فكره دي المشكله مش هنا بس، بره كمان. هم بره يعني، هي بره برضه مستفزين الستات. الستات برضه هم بقى وخلاص كده، عشان احنا اكتر منكم. عم تحتلونا يعني؟ انت احتلتونا فتره طويله قوي ولا ايه؟ هو واضح ان هو واضح. تيجي ناخد شويه حقوقنا وناخد من حقوقكم. شوية حقنا. ما احنا لازم نعملها كده. هو شوية حقوق. ايوه اللي هو تدي صباعك ياكل دراعك. انا عايز اخرج من البيت. اتفضلي. وبعد سنين نقاش انا عايز اشتغل. اتفضلي. بعدين هي طبعا في خطة ماشية. والستات انتوا بتفكروا كده خطة. خطة. النهارده في المنتخب الكوره النسوي ابتدى ياخد وضعه، وبعدين بقى منتخب الرجاله ده يتركن على جنب، وابتدي الناس ان احنا المنتخب النسوي بيحقق انجازات، واحنا بقى
على جنب لغايه ما تاخدوا مكاننا. لا شويه شويه هنخلف. في زمان اغنيه اسمها It's a man's world. خلاص كانت في القرن الماضي. ننقرض احنا. تصور؟ عشان كده هنفضل نضايقكم في الشارع هنضايقكم. هي تمشي في العربية هنكسر عليكي. أنا كمان أقدر أكسر عليك. أنا تلبسي حاجة حلوة هنعلق عليكي وانت ماشية في الشارع. طب ما دي حاجة تبسطني. ما هنفضل نضايقكم لغاية ما ترجعوا لمكانكم. اللي هو المطبخ؟ البيت. مش البيت، الحبس، السجن. تقعدي جوه، مالكيش مكان في الحياة. طب لو أنت حبستني أنا في ستات كتير هتيجي تاكلك. ما ينفعش تحبس ست، ما ينفعش تحبس كائن. ده ضد البشرية. ما هي الحياة علشان تبقى فيها مش عارف الكلمة مناخشة. لازم نضايق بعض. النبي ما تناخشونا. النبي أنا تعبت من المناخشة. تقبلك مبقوق من الستات كده. أنا خلاص أنا اكتفيت من المناخشة. أنا وصلت يعني إحنا الرجالة وصلنا لمرحلة من المناخشة. طيب روح اعملوا اشتروا لنفسكم جزيرة عيشوا فيها. تحبوا تعيشوا لوحدكم كلكم كده كلها رجالة؟ ليه؟ طيب أنا ما صدقت أخرج من المدرسة عشان كلها بنين. طيب أمال أنت متضايق ولا مش متضايق؟ تايم أوت. صح. ما تزعلش. طب أقول لك إيه؟ في نموذج هتشوفيه كمان شوية. أوكي. أوحش منك ولا أحسن؟ والله مش عارف. أنا بالنسبة لي مش عاجبني ومش داخل دماغي الراجل ده. بس هو راجل غريب. هو مبسوط على فكرة إنه يلا روحوا روحوا للستات يلا روحوا اعملوا كل اللي انتوا عايزينه عشان يبعدوا عنكم. يمكن هو بيفكر صح. ودي إنه لما تدي الست الحرية بتاعتها تقدر تبقى لوحدك. بصي أنا مسؤول عن اللي قلته أنا. أوكي؟ انت بقى قدامك والله انتوا متفقين وطلعتوا صحاب تمام. انا كنت متمنى انا وانت نتفق بس واضح ان انت يعني بس ست واحده تقف جنبي في الحياه. لا لا انا معاك ان انتوا لازم روحوا بس انتوا تقدروا تعيشوا رجاله لوحدكم بس. نعيش في الجزيره. تقدر تقعد مع رجاله بس طول الوقت زي السجن كده اهو او المدرسه الداخلي. طب السجن بيبقوا عاوزين ايه؟ عايزين يخرجوا يشوفوا الستات. طيب الجزيرة عايز تكون كلها رجالة تكون عايز تغرق. ماشي ماشي اتفقنا اللي نتفق. تمام نشوف نشوف. تفضل تفضل.